اي شباب، على بالي بلي كاع تحبوا تلعبوا بدو كورو جو خويا وما تخلصوا والو. اي جوستمون في هاد لا فيديو نقصروا على اهم الالعاب لي جوستمون فري تو بلاي يصدروا هاد العام و 2025. وبداوها بيو اف ال شريكي باينة فيها فوتبول ليغ مع شكون؟ كريستيانو رونالدو سير سات. راه اللعبه هاديه قال لك بلي رونالدو حط فيها 40 مليون دولار شريكي من جيبوش والباينه الصرف هذاك اللي شاطلو. مهم 5 ديسمبر 2024 حيكون نورمالمون تاريخ اصدار هاد اللعبه على لي كونسول اكس بوكس سيريز بي اس 5 والبي سي. من تطوير سترايكرز زاد بيان سور واستعمال الانجن انريل انجن 5. لازم تعرفوا حاجه بلي هاد اللعبه هادي راهي هنا باش تكونكورونسي كيما نقولوا تنافس اي اي اف سي 25 وبالك اللعبه تاع فيفا اللي جايه. اللعبه هادي راه اسوسي مع فيف برو اورغانيزاسيون عالميه اللي تريبيزونتي فيها اكثر من 65 فوتبولر بروفيسيونيل شريكي. دونك نعاود نفكركم يو اف ال شريكي كيما يقولوا لي ديف تاعها قال لك شغل اون ابروش اكسي على لي كومبيتونس وما تخلص والو سواء كاش البي تو وين. نروحو دوكا لارك رايدرز. ولا لا لعبه هادي من تطوير اون بارك ستوديوز. هاد ليكيب هادي لو كان نقول لكم شكون هما سي لي زونسيان اللي كانوا يخدموا على ستوديو دايس لي ديفلوبيو باتل فيلد. معناتنا رانا توجور فلاسيون خويا في ستوكهولم باش نقول لكم بلي اون بارك ستوديو عندهم كان لعبه شابه بزاف فري تو بلاي اسمها ذا فاينلز ودارت حاره في عالم الملتي جوار. الوغ ارك رايدرز يبدل شويه العقليه بيسكو هنا عندنا شغل جو تير شريكي على تروازيام بيرسون. عندك بيان سور مود بي في بي بي في او وباطل. شوفوا برك هاد لي زونفيرونمون شاسعين وكبار ما نعرف الا رانا في كوكب الارض نورمالمون ولا شغل حنا بلانيت واحد اخرى. واش صاري سي كو كاين روبوات كبار هكذا ايمونس زدمو حبوا يطرطقوا به العالم شريكي. اي جوستومون تتلعب لو رول تاع بليزيور سولدا باين في ملتي جوار يشبه غراف الهل دايفرس بصح خير منه بالبزاف. هم يقولوا باللي بدايه لي بلاي تيست 24 اكتوبر. نروحو دوكا دلتا فورس خويا هوك اوبس شريكي. شوف دلتا فورس انايا سي دي جو اللي كنت لعبهم بزاف وقت بلاي ستيشن رقم 2. وشنو شغل الا تشوفوا هذاك الفيلم تاع لا شوت دو فوكون نوار تاع ريدلي سكوت شغل يا اخي الحرب هذيك صارت في ماغاديشو جوستومون شغل نعاودو نعيشو نفس الاحداث هذيك مع لي دلتا فورس تاع الماريكا اللي يصدمو باش سوا ديزون يسلكو الإنسانية والبشرية. دونك عندنا بيان سور اف بي اس خويا فري تو بلاي ماسيف ملتي جوار وفيه كومبان سولو. نعم اسيدي ومطورين قال لك باللي استعملوا الانريل انجن 4 باش يخدموا الملتي بلاير بصح اليو او 5 راهم يخدموا به لا كومبان سولو. تاريخ اصدار تاع دلتا فورس على منصة الحاسوب الشخصي 5 ديسمبر المقبل بصح لي فيرسيون كونسول معناتها اكس بوكس سيريز بي اس 5 والموبايل حيكونوا في السمست الاول تاع العام الجاي. واكاندا فاوند ا نيو هوم اند نروحو دوكا عند مارفلز. يا سلام مع شكون؟ مارفل رايفلز. شفو على هالتاريخ 6 ديسمبر 2024
على كاع لي بلاتفورم ميم الاو اس ماك او اس. نعم سيدي راح يخرج مارفل رايفلز. هاد الشغل اللعبه هادي كيف كيف شوفوا تستعمل انريل انجن 5 كيف كيف ديفلوبي عند نت ايز جيمز لي شراو هاد لا ليسونس هادي جوست باش يخدموا اللعبه هاديه. هما مالفين بلي فري تو بلاي نت ايز عندنا 26 شخصيه معالم مارفل كوميكس تقدر تلعب 6 فيرسوس 6 وعندك عفسه شابه سي قال لك بلي شغل لي زونفي نورمال كاع يطرب. اخر لعبه تاع السلسله هذه تاع الالعاب اللي ابارامون ما تخلص دورو باش تلعبهم بارادا اوف اونتارالي حكينا عليه ديجا. دونك جو هدايا من تطوير تايبس ورك ستوديوز بيان سو حصريه بلاي ستيشن 5 والبي سي. دارك فانتزي يعيطوا لهم لي ار بي جي دوك ولاو يعيطوا لهم اكشن ار بي جي عفسه بالك جديده. ان توكا لعبه هذه قولوا فري تو بلاي لازم يكون عندك بيان سو ابونمون بلاي ستيشن بلس باش تلعب à 3 joueurs online la campagne normalement tu l'as 3 ou شغل عم يقولوا باللي باطل تسمى تلعب لا كومبان كامله وما تخلص والو. مانيش عارف كيفاش حيكون الموديل ايكونوميك تاع الجو هذا وكيفاش راح يدخلوا في دراهم. ان توكا بالاد اوف انتارا انا فريمون سنو في فرا الشبيبة كانت هذه فيديو على الألعاب اللي حين يصدروا هاد العام و 2025 دو جرو جو شريكي شغول اللي بينيفيساو بيجي كبير تاع تطوير بصحة بارامو باطل فري تو بلاي خويا مع شغول اللي جو غلاو لي زابونمون غلاو يا خويا انتيك انا جو فاليد. هيا كان معكم شافت ما تنساوش تابوني وعلى كاع لي ريزو ليتس بلاي با اوفيسيال. سلام.